السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على كل الأمارات الموجودين معانا، ومساء الخير على كل متابعين القناة. برحب بكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات والأجهزة والمنظمات الذكية. هنشوف النهاردة مع بعض فيديو جميل جدا للأدوات المنزلية والمنظمات والحيل والأفكار اللي هتساعدك على شغل البيت، واللي كمان هتوفر عليكي الوقت والجهد، وكمان من خلالها تقدري تستغلي المساحات الضيقة والصغيرة اللي موجودة في المنزل. برحب بيكم مرة تانية، ولو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين. لو حابين تسألوني عن أي منتج من المنتجات الموجودة في الفيديو ياريت تسيبولي في التعليقات، وإن شاء الله في آخر الفيديو زي ما تعودنا هقول لكم على الأماكن والطرق اللي نقدر من خلالها نشتري أي منتج من المنتجات الموجودة في الفيديو، ومنتجات كمان تانية كتير. زي ما احنا شايفين مع بعض، معانا أول حاجة في الفيديو مجموعة جميلة جدا ومميزة من الأدوات الخاصة بالمطبخ. أدوات جميلة جدا ومميزة وعملية، وكل ست بيت بتحتاجها في المطبخ ولا يمكن الاستغناء عنها. هنشوف مع بعض المفرمة الجميلة جدا والعملية اللي احنا شايفينها دلوقتي للخضروات والثوم والبصل وكمان اللحمة. ممكن نسميها مفرمة، ممكن نسميها كبة، زي ما تحبي. المهم ان هي بتعمل معاكي ادوات كتيرة جدا، وبتنجز معاكي وتوفر معاكي وقت وجهد كمان. هنشوف كمان مع بعض عصارة الفواكه والخضروات الجميلة جدا اللي من خلالها تقدري تعصري الفاكهة والخضروات بكل سهولة، وكمان بتعزلك القشر زي ما احنا شايفين. كمان من خلالها نقدر نعمل آيس كريم من الفاكهة زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض طقم الشوك الجميل جدا واللي ليه حامل خاص بيه جميل جدا وشيك، هنستخدمه استخدامات كتيرة جدا وهينفعنا في البيت. كمان هنشوف مع بعض منظم الرز والمكرونة والدقيق، بياخد معاكي كميات كويسة جدا من الرز والمكرونة والدقيق، وكمان بيحافظ عليها لأطول فترة ممكنة وما بياخدش معانا مساحة في المطبخ. كمان هنشوف مع بعض الأغطية الجميلة جدا اللي احنا شايفينها لأطباق الطعام أثناء الأكل أو في التلاجة زي ما احنا شايفين كده، وكمان نقدر نستخدمها استخدامات كتيرة. هنشوف كمان مع بعض منظم التوابل اللي احنا شايفينه، نقدر نحطه على الحيطة كده زي ما احنا شايفين بكل سهولة، وبياخد معانا مجموعة من التوابل كويسة جدا، وكمان ما بياخدش معايا مساحة في المطبخ. دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعة جميلة جدا من المنظمات الخاصة بالتلاجة، منظمات جميلة جدا جدا وعملية كل ست بيت بتحتاجها في المنزل، وكمان انا من الحاجات اللي بحبها قوي المنظمات دي، بجد بتساعدنا على تنظيم وترتيب التلاجة وما بيبقاش فيها كركبة او بهدلة، وكمان بتحافظ على الخضروات من البلل او من الخضروات تفسد بسرعة. جميلة جدا وعملية. هنشوف مع بعض مجموعة جميلة جدا زي ما احنا شايفين، وادوات مختلفة كل اداة ليها استخداماتها زي ما احنا شايفين، وكلها ادوات عملية وجميلة جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. معانا العلب الجميلة جدا واللي ما بتاخدش معانا مساحة خالص، ونقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا من الادوات اللي احنا بنستخدمها من الاكل واللحوم والخضروات كده، وما بتاخدش معانا مساحة خالص، وكمان محكمة الغلق، وكمان من المواد الصحية، يعني مادة البلاستيك بتاعتها مادة صحية وجميلة جدا. كمان هنشوف مع بعض علب التلاجة الجميلة جدا جدا والشيك اللي احنا شايفينها دلوقتي، وكمان مساحتها كويسة قوي، بتاخد معانا خضروات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين، وكمان سهلة التنظيف، وحتى بتخلي شكل التلاجة جميل قوي معانا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده. هنشوف كمان مع بعض العلب الجميلة جدا اللي من الستانلس ستيل، جميلة جدا وعملية، ونقدر نحط فيها خضروات، ونقدر نحط فيها توابل او مكسرات، هنحط فيها ادوات كتيرة جدا. كمان هنشوف مع بعض علبة التلاجة الجميلة جدا اللي ملحقة بجزء نقدر نحطه في الفريزر عشان يحافظ لنا على الفاكهة او الخضروات ساقعة لأطول فترة ممكنة. كمان معانا العلب الجميلة اللي احنا شايفينها بتاخد معانا ادوات كتيرة جدا، ومن العلب الصحية برضو، وكمان نقدر نحطها في الميكرويف علشان نسخن فيها الاكل، وكمان نقدر نحفظ فيها الاكل في التلاجة لفترات طويلة، يعني ممكن لو بعمل الاكل بطول الاسبوع ببتدي اجيب العلب دي واحط فيها الخضروات او الفاكهة او الاكل اللي انا عملته علشان احافظ عليه طول فترة الاسبوع لو انا بشتغل.
زي ما احنا شايفين مع بعض معانا جميع الادوات الخاصة بالتلاجة اللي كلها ادوات عملية وجميلة جدا. دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعة جميلة زي ما احنا شايفين من ادوات المطبخ. هنكمل بقى مع بعض ادوات المطبخ جميلة جدا وعملية معنا الحامل اللي احنا شايفينه دلوقتي لأغطية الاواني وكمان لادوات تانية كتير زي ما احنا شايفين بينفعنا جدا في المطبخ. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل اللي احنا شايفينه الملحق بعلب لتوابل وكمان نقدر نحط فيه ادوات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين من ادوات المطبخ ونقدر نستخدمه منظم للمعالق والشوك والسكاكين وهياخد معانا ادوات كتيرة جدا. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل جدا والعملي الخاص بالشوك والسكاكين والمعالق نقدر نحطه عندنا في اي مكان في المطبخ كمان نقدر نحطه عندنا على السفرة اثناء الاكل. هنشوف كمان مع بعض الباسكتات الجميلة جدا او المنظمات الخاصة بالادوات الصغيرة اللي احنا بنستخدمها في المطبخ زي الثوم والبصل وكمان نقدر نستخدمها استخدامات مختلفة سواء في المطبخ او في الحمام. كمان هنشوف مع بعض الاطباق الصغيرة الجميلة جدا اللي نقدر نحط فيها توابل او نقدر نحط فيها الصويا صوص او نقدر نحط فيها الكاتشب او المايونيز جميلة جدا وعملية كمان ممكن اقشر فيها الاكل لو عندي الاكل بقشره زي السمك زي الجمبري هتنفعني قوي اطباق صغيرة كده وجميلة قوي. كمان هنشوف مع بعض المنظمات الجميلة جدا اللي برضو بنعلقها في المطبخ وبنحط فيها ادوات كتيرة جدا من ادوات الطبخ. هنشوف كمان مع بعض مجموعة جميلة جدا من مسكات الأطباق والأواني جميلة جدا وعملية وعزلة للحرارة يعني نقدر نمسك بيها الأواني الساخنة أو الأطباق أثناء عمل الطعام. هنشوف كمان مع بعض الصفاية الجميلة جدا والعملية اللي نقدر نحط فيها أدوات كثيرة جدا من الأدوات اللي احنا بنستخدمها للأكل زي الأطباق زي البولات الصغيرة زي الشوك زي المعالق زي السكاكين كمان نقدر نحط فيها الكاسات والكوبايات وهتاخد معانا ادوات كتير. هنشوف كمان مع بعض مجموعه جميله جدا من الاطباق البلاستيكيه الجميله اللي احنا شايفينها كلها ادوات جميله جدا وعمليه وكلنا بنحتاجها في البيت ونقدر ناخد اللي يناسبنا او اللي احنا شايفينه احسن للبيت او الشكل اللي ممكن يعجبني كلها ادوات جميله جدا وعمليه وكلنا بنحتاجها في البيت وبنقدر نستخدمها استخدامات مختلفه زي ما احنا شايفين. هنشوف كمان مع بعض قطعة الفاكهة الجميلة جدا والعملية واللي ملحقة بجزء نقدر نقطع بيه الفاكهة على شكل كرات كده صغيرة جميل جدا وعملية. كمان هنشوف قطعة البطيخ الجميلة جدا اللي احنا شايفينها جميلة جدا وعملية ونقدر نقطع بيها البطيخ بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض منظم الكوبايات المياه جميل جدا وعملي ونقدر نحطه على التلاجة زي ما احنا شايفين. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي واللي نقدر نلزقه كده على التلاجة بكل سهولة كمان نقدر نلزقه على الحيطة نقدر نحطه في أي مكان عندنا وهياخد معانا أدوات كتير. كمان هنشوف مع بعض الصفاية الجميلة جدا والعملية واللي هنقدر نصفي عليها أدوات كتيرة من أدوات المطبخ. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل اللي احنا شايفينه حامل لأدوات التنظيف في المطبخ جميل جدا وعملي وهنقدر نحط عليه الأدوات اللي بننظف بيها الأطباق والكوبايات وهينفعنا جدا في المطبخ. دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعة جميلة جدا من منظمات الحمام مجموعة جميلة جدا وعملية وهترتب معايا أدوات الحمام زي ما احنا شايفين معنا المنظم الجميل والعملي الخاص بفرش الأسنان والمعجون وكمان بياخد معايا أدوات كتير. كمان هنشوف الباسكت الجميل الصغير اللي نقدر نحط فيه كمان نقدر نحط فيه اكسسوارات صغيره يعني هينفعنا جدا في الحمام وياخد معانا ادوات مختلفه. هنشوف كمان مع بعض الحامل الجميل جدا اللي احنا شايفينه هنقدر نحط عليه ازايز البرفين هنقدر نحط عليه الشامبو الشاور هنقدر نحط عليه اكسسوارات صغيره هنحط عليه ادوات كتيره جدا من ادواتنا الشخصيه. هنشوف كمان مع بعض الحامل الجميل اللي احنا شايفينه كمان نقدر نحط عليه ادوات كتيره من الادوات اللي بنستخدمها في الحمام ونقدر نستخدمه كفواطه وكمان ليه شماعات صغيره يعني هياخد معانا ادوات كتير. ادوات جميله جدا وعمليه زي ما احنا شايفين وكلنا بنحتاجها في المنزل. هنشوف كمان مع بعض الحوامل الجميله جدا الخاصه بادوات التنظيف هنعلق عليها ادوات كتيره جدا وهنبعدها عن السيراميك او الارضيه علشان تنظف معايا المكان كمان شكلها شيك جدا وهتحافظ على الادوات دي بعيدة عن المية. كمان هنشوف مع بعض الحوامل اللي احنا شفناها نقدر نستخدمها كفواطة نقدر نستخدمها استخدامات كتيرة جدا مختلفة. دلوقتي جه ميعادنا علشان نعرف ازاي نقدر نشتري اي منتج من المنتجات الموجودة في الفيديو.
الطريقة الأولى وهي عن طريق محلات الأدوات المنزلية اللي موجودة في أماكن كتير حوالينا. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق صفحات الفيسبوك. صفحات الفيسبوك بتبيع أونلاين وبتوصل لك الأدوات والمنتجات لحد البيت. أما الطريقة الثالثة والأخيرة وهي عن طريق المواقع الإلكترونية. ومن المواقع الإلكترونية اللي احنا بنتكلم عليها موقع amazon.com أو aliexpress.com أو alibaba.com أو jumia.com أو noon.com. بتمنى جدا يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا اللايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وانتوا بصحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله.